السلام عليكم. وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نثبت نقطة جدا مهمة، وانه الصرخي ما هو الا اداة بيد التكفيريين، وهو اداة بيد الفكر الوهابي بصورة عامة. نعم، بهذا الفيديو ان شاء الله راح نعرض معكم دليل واضح لا ينكره الا معاند، وايضا مع تقديم هذا الدليل سنستعرض ان شاء الله رد للشيخ سلام العسكري، وهو يفند الدليل الذي جاء به الصرخي وأتباع الصرخي لهدم قبور الأئمة عليهم السلام. حياكم الله من جديد. مثل ما قلت ببداية الفيديو أن الصرخي بذرة وهابية، وما هو إلا أداة بيد التكفيريين وبيد الفكر الوهابي، وسنقيم الدليل على ذلك. مثل ما جاي تشوفون بهذه الصورة، هذه الصورة هي من إحدى الفيديوهات التي نشرها الإعلام الصرخي، والتي تحرض على هدم قبور الأئمة عليهم السلام. ركزوا بهذا العنوان، وأيضا ركزوا في هذه الصورة والتي هي طامة كبرى، والتي تبين أن الصرخي ما هو إلا عميل بيد الوهابية. مثل ما قرأت بعناوين الصور أن الصرخي وأتباع الصرخي كانوا يستنكرون هدم القبور، وأيضا في هذه الصورة كان الصرخي يعتبر أنه هدم القبور هو فكر ابن تيمية. عرضنا الصور، أما الآن نستعرض معكم إن شاء الله مقتطفات من كلام الشاعر الذي كان في بيت الصرخي، وأيضا كلام الصرخي نفسه حول هدم قبور الأئمة أو الهدم بصورة عامة. فدوال البقية هي الروح، فدوال البقيع الروح والعين لك نيران وسط القلب، والعين ليل نهار صيحا آه، والعين كل من هدم قبر ابني الزكية. تعليق: إذا كانت مشاهد أهل بيت النبوة عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام عامرة وزاهرة في ظل الحكام والسلاطين المسلمين، وكان تهديم وتخريب مشهد الإمام رضا عليه السلام شاهدا على بربرية التتار وسلفيتهم وسفالتهم واتباعهم منهج تيمية ومنهج ابن تيمية في التكفير والإرهاب وتهديم القبور، فكيف إذن نتصور عمالة ابن العلقمي لهم، أي للمغول للتتار، ضد الخليفة بدوافع طائفية، وهو يعلم أن النتيجة ستكون في تهديم مشاهد أهل بيت النبوة عليهم السلام في بغداد، كما حصل سابقا في تهديم مشهد الإمام رضا عليه السلام. عجائب وغرائب مدلسة مارقة الفكر والأخلاق. مثل ما شفتوا، وهنا انكشفت الحقيقة. الصرخي وأتباع الصرخي كانوا ينددون ويستنكرون الفكر الذي يحرض على هدم قبور الأئمة أو الهدم بصورة عامة. والحقيقة التي كشفت، كيف لشخص قبل 8 سنوات يندد ويستنكر على هدم قبور الأئمة أو الفكر الذي يحرض على هدم قبور الأئمة وكان يصفه بالفكر التيمي، أما الآن فهو من يحمل راية التحريض على هدم القبور، قبور الأئمة عليهم السلام. بختام الفيديو نترككم مع كلام ومقطع صوتي للشيخ سلام العسكري، وهو يفند الأدلة التي جاء بها الصرخي على أحقية هدم القبور. نحن نحتاج إلى كربلاء جديدة، غزوة كربلاء سماها الإمام حرم دب، غزوة كربلاء. نعم، وهذا اللي حقدهم الآن على السعودية، حقدهم على السعود بالذات. نعم، بسبب هالشيء إن شاء الله تسوى نجف كربلاء بالأرض بإذن الله، وقم ومشهد. اللهم سخر من سخر بطلا مسلما موحدا يسوي النجف وكربلاء وقم ومشهد بالأرض. آمين. نطالب بهدم كربلاء والنجف. الأول لابد من تسويتين بالأرض، حصل ده في 1801. يعني وليش شجرة اللي بيع تحتها نفسها سلمها أهم أمر أن يخطاها، لأن يعني دوز كان معظمينها بتتسوى بالأرض. يعني والشيخ محمد عبد الوهاب أزال قبر زايد، مش كده ولا إيه؟ مدام ما كانت الناس مفتونة بيه وهو معدي، لقى الناس بتطوف حواليه
يعني وأزال كل مظاهر الشرك في المملكة. 1801 كان في غزوة اسمها غزوة كربلاء، الإمام محمد بن سعود دخل سوى كربلاء ونجب بالأرض. احنا في هذا أقسم بالله هذا ثابت تاريخيا يعني. نحن الآن نحتاج إلى غزوة كربلاء جديدة، ربنا ينصر أهل السنة حتى يتفرق هؤلاء القوم. لا إله إلا الله يا جماعة الخير، الصاير الصاير شو بيكم يعني؟ شنو اللي اكتشفتوه ما اكتشفت الناس الأجيال بعلمائها بخلفائها بحكامها بقادتها بصحابتها بتابعيها بشهدائها؟ 1344 سنة انتوا اكتشفتوه. شنو هذا الاكتشاف؟ منين الدليل هذا؟ شنو اللي جاكم؟ الوحي هذا اللي نزل الآن فجأة شنو هذا؟ منين؟ قال لك حديثين، حديثين عن النبي صلى الله عليه وآله. حديث الأول موجود في صحيح البخاري عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا عن أبي الهياج الأسدي، مشهور الحديث جدا، بس أنا حبيت الآن يعني الخطباء ما يعني ما مقصرين جزاهم الله خير الجزاء، العلماء كلهم أصحاب الفكر هو أشبعوا هذا الحديث يعني مناقشة، هو يناقشوه على المنابر في المجلات الإسلامية في الكتب يعني في كل تقريبا المنابر العلمية يتحدث بهذا الحديث نقضا إبراما، مشهور جدا هذا الحديث. بس حبيت فد صفحة من صفحات الجواب ما مسلط عليها الضوء، حبيت أذكرها الليلة. طبعا والدليل الثاني هما دليلين اعتمدوا دليلين. دليل الأول رواية أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج قال قال لي علي عليه السلام، سبحان الله هدم البقيع عصب برأس المرتضى عليه السلام، قال لي علي عليه السلام ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت بلى. أبو الهياج يقول الإمام علي قال لي أوديك أدزك على شغلة بالضبط اللي دزني عليها النبي. قلت له دزني لو يا ريت. قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. خلص قال الإمام علي عليه السلام يقول وداني النبي مثل ما وداني أودي أبو الهياج، أرسلوا أبو الهياج على شنو؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. شنو يعني سويته؟ قال لك هدم، يعني إلا هدمته، إلا سويته بالتراب بالأرض. هذا الحديث الأول، دليل الأول هذا، أقوى أدلتهم هذه. اثنين، قال رسول الله، والرواية في صحيح مسلم أيضا وفي مسند أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني القبر سووه مسجد. من سووا اليهود قبور أنبيائهم مساجد رسول الله لعنهم. احنا ليش نسوي قبر النبي مسجد؟ لازم نهدمه حتى لا نلعن. هذن الدليلين قلت لك حتى نصير منصفين حتى مع أعدائنا، التفت اخوائي، حتى مع مناوئينا. ولا يجرمنكم، القرآن يقول هاي لغة منبر سيد الشهداء المفروض تكون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل، شوف شنو عند هذا، ليش أقدم على هذا الفعل؟ تعال ناقشه، تعال ناقشه. إن دحضت حجته عريته خلاص، بعد ما عنده حجة بعد شو يسوي؟ أقوى الأدلة ذني، أنا مسؤول عن هاي الحكاية، أقوى من ذني الأدلة، من ذني الدليلين ما تلقون عندهم بعد. أقوى الأدلة على جواز الهدم أو وجوب الهدم ذني دليلين. المناقشة أو الجواب مع الصلاة على محمد وآل محمد. زين أكو وقت، جزاكم الله خير، بعد التفتوا الله يبارك بيكم، يعني الآن وضحنا الشبهة كون الجواب يصير أوضح منها. أولا إخواني، رواية أبي الهياج الأسدي على التسليم بصحتها نقول صحيحة وردت عن رسول الله، لكن هل هذا معناها معناها الهدم؟ هل معناها الهدم؟ لا، ظاهرها الهدم بس محل نقاش، قابل للنقاش. شلون؟ قال هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ انت ليش تبتر الرواية؟
ارجع للرواية شوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا عليه السلام، بعث عليا إليا مقبرة بالبقيع، بعثه لمقبرة اليهود. سؤال، الحكم لمقبرة اليهود نفسه هو الحكم لمقبرة المسلمين؟ يريد دليل صح لو لا اخواني؟ يريد دليل او ما يريد دليل؟ انت ما ادري ليش سحبت الحكم من مقبرة اليهود الى مقبرة المسلمين؟ يراد لك دليل، يراد لك دليل، لان غير ملة، لان غير تعاليم، لان غير اجراءات في الدفن، اجراءاتهم تختلف في التغسيل، في التكفين، في الحضور، في البناء، في كل شيء. انت طريقتك تختلف، لما الطريقتين يختلفن يتباينن، انت اثبت ان الحكم لهذه المقبرة هو ذاته الحكم مع هذه المقبرة. هذا ما سولفوا عنه. بعد هذه المقبرة، مقبرة اليهود اللي بعث أمير المؤمنين لتسويتها، ما كانت قبور صحابة وتابعين وشهداء وعلماء وأهل آل محمد عليهم السلام، لا لا لا، كانت مقبرة فيها مرابين، فيها تجار غشاشين، فيها قتلة، فيها قادة أصحاب دم وبطولات، وإلهم فد يعني بناء شامخ بانينهم. زين، هذول اللي هيك تاريخهم هذا ماضيهم، زين، ومشركين واصحاب ربا واصحاب متاجرات باطله، انت اثبت الحكم في مع قبورهم نفسه الحكم مع ذول المؤمنين الاطياب الاخيار الشهداء الصحابه التابعين الى اخره. ما علي دليل، يراد له دليل وحد هذا. من هو شي يقول له؟ يقول له الامام علي ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله، بنفس الحيثيات تلتزم، بعثني لمقبرة اليهود، أنا أبعثك وين المفروض؟ مقبرة اليهود، قلت ليش تفهم مقبرة المسلمين؟ نفس السياق ما يعينك. ما أدري إخواني واضح الحكي ولا؟ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، وين بعثك رسول الله؟ للمسلمين؟ لا لليهود. زين. ثالثاً، وهذا أهم شيء عاد، أهم شيء أقوله في المناقشة مع هذا الحديث، مع فهمهم لهذا الحديث، مع التسليم بصحته، أن التسوية ولا قبرا مشرفا إلا سويته. شنو مشرف؟ شنو التسوية؟ المشرف إخواني هو الـ يعني العالي جدا، زين، اللي متقدم إلى الأمام، يعني شلون نقول احنا شرفة، يعني هذا البناء، هذا القبر، هذا يصير بناء عالي ومشرف. ملتفت؟ التسوية شنو؟ التسوية من معانيها، خلي اسولف بالعامية، من معانيها التعديل، الترتيب، مو الهدم والتفليش. منين جبت هذا المعنى؟ القرآن. الذي خلق شلون؟ فسوى، يعني فهدم. الذي خلق فهدم، لو الذي خلق فعدل، تعبيرنا الدارج فرتب. تسوية هنا شنو معناته؟ ترتيب. فأنت شمدريك أنه قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته خو عدلته، وياي لو لا؟ هذا يراد له دليل أو ما يراد له دليل؟ يراد له دليل. حديث الثاني، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أئمتهم مساجد. العلامة القسطلاني في إرشاد الساري، يعني تعليقته على أو شرحه على البخاري، على صحيح البخاري، قال الفهم مو الهدم، مو اهدموا المساجد المبنية فوق قبور الأنبياء، لا، هذا حكم خاص بفئة من اليهود. ذولا شنو سالفتهم؟ سالفتهم قبر نبي يبنون عليه مسجد، مو يرحون يعبدون الله عند قبر النبي في المسجد كما نفعل نحن، لا، يعبدون قبر النبي تقربا إلى الله في المسجد. أكو فرق لو ماكو فرق؟ فرق. شنو الفرق؟ فرق الإيمان والكفر، فرق الإيمان والكفر، خلص انتهينا، خلص وكفى به فارقا، خلص انتهينا.
إذا افتهمنا من ذن الحديثين وجوب الهدم، تعال شوف راح تطلع كارثة طامة كبرى بعد، شنو هي؟ سيتعارض هذا الفهم، فهم أن ذن الحديثين وجوب هدم القبور المبنية، يتعارض هذا الفهم السقيم مع القرآن الكريم. شلون؟ الآية اللي بديت بها، الآيتين بديت بها المجلس، سورة التوبة، التفتوا لإخواني جزاكم الله خير، التفتوا الآن دخلنا القرآن بعد، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مؤنس حقيقة، يؤنس وفيه بيان، تبيان لكل شيء. زين، قال الباري تبارك وتعالى عن المنافقين، منافق مات، منافق مسلم يوم مسلم وياي ظاهرة، شنو؟ مسلم مسلم، منافق مات جزاء لنفاقه، الله تبارك وتعالى حرم من نعمتين. بل التفت شنو هنه؟ المنافق لما يموت رب العالمين جزاء لنفاقه تبارك الله وتعالى، أكو عقاب بالآخرة انتهينا، بس بالدنيا يحرم من نعمتين. شنو ذن النعمتين؟ طبعا ذن النعمتين إذا حرم من عدهن، حرم من الغفران، حرم من الرحمة، انتهى راح للنار. شنو ذن النعمتين اللي يسببن الغفران والرحمة؟ صلاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وقيام النبي محمد على قبره صلى الله عليه يا رسول الله، لا يصلي عليه إذا مات، هاي نعمة يوم نعمة إذا صلى عليك، ولا يقف على قبره. بعد شوية نزيد حدة النقاش، شو نسوي؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. و من يقول الواو هاي شنو؟ عطف، هاي الواو عاطفة راح تعطف هذا الحكم اللي بعدها على من؟ على قبلها، هي عاطفة تعطف اللي بعدها على قبلها. ولا تقم على قبره، عطفة حكم ولا تقم على، نهي على عن القيام على قبر المنافق، ولا تقم على قبره معطوفة على من؟ على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي أبدا، لا تقم على قبره أبدا. أبدا ما مذكورة بالآية، قال لك مفهومها هكذا، ليش؟ لأن معطوفة على أبدا تأخذ حكم أبدا، حكم العطف. يعني شنو؟ يعني ايش راح يصير؟ شو ايش راح يصير اخواني؟ راح ينفي، يعني هنا الآية ايش راح تنفي؟ يعني ايش راح تشمل عفوا؟ راح تشمل الاستغراق العددي والتأبيد الزمني. يعني شنو؟ يعني شكو منافق يموت، شكو منافق يموت، إذا أدركت يا رسول الله، ايش قد عدد المنافقين؟ واحد واحد، إذا أدركتهم لو ماتوا في حياتك وأدركتهم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بعد ولا تقم على قبره، تقم تقم على قبره، قبره مجموعة يا واحد، قبره واحد، يعني أبدا لا تقم على قبره، يعني مو بس اليوم من يندفن لا توقف على قبره، لا، بعد شهر هم لا توقف على قبره، بعد سنة هم لا توقف على قبره، بعد 5 سنين هم لا توقف على قبره، أبدا لا تقف على قبره. ما أدري الأحبة وياي ولا، أبدا لا تقوم على قبره. يعني شنو؟ يعني غير المنافق يصير أوقف على قبره؟ ها يصير، لو كان ما يصير خليش يمنع المنافقين من هاي النعمة، هاي نعمة بالنتيجة نعمة. يعني أكو واحد، أكو واحد يحرم عدوه من شغلة مو زينة ويقول هذا عاقبته لأن حرمته من شغلة مو زينة، خوفته، شو وقت تصير عقوبة؟ شو وقت تصير حرمان؟ إذا حرمته من نعمة يصير عقوبة وحرمان. يقول له لا تقم على قبره أبدا، لا تصلي على قبره أبدا، يعني شنو؟ يعني عكس ذني لغير المنافق، يصير تقم على قبره، يصير تصلي على قبره. زين، يصير جائز.
ذنك الحديثين اللي قريناهن إذا افتهمنا من عدهن الهدم وحرمة الدعاء عند القبر والصلاة عند القبر، يتعارض ويا القرآن وما يتعارض؟ تعارض. نقدم ذاك الفهم ونقدم القرآن؟ القرآن. قال الباري تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، إلى أن شيقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم شنو؟ مسجدا. صريح العبارة. ماتوا جماعة قالوا نسد باب الكهف ونلغي كل تاريخهم، خلص المسحة. الذين غلبوا وهم المؤمنون، الذين غلبوا على أمرهم المؤمنون، قالوا لا نبني عليهم بنيان مسجد، مسجد نسوي عليهم، فنعبد الله عند قبور أوليائه. جائز لو مو جائز؟ إذن جائز. قد واحد يقول شيخنا لا مو جائز، لا جائز ولا مو جائز، هاي الآية ما تدل على الجواز ولا على عدم الجواز. لا، هذا نقل محض. شو يعني نقل محض؟ يعني أولا ذولا مو مسلمين، أنت مساعد تقول حكم غير المسلمين غير حكم المسلمين، فذولا هم غير مسلمين. الملة اللي عاصرت أصحاب الكهف على ملة عيسى عليه السلام، فذولاك نصارى يبنون مسجد على قبور شهدائهم أولياء الله، يجوز هذا حكم خاص بالنصارى. شنو الدليل ينسحب إن هذا الحكم إحنا كمسلمين؟ ها دليل، ابشر خدمتك. الدليل شنو؟ الدليل إخواني التصديق القرآني. شنو عن التصديق القرآني؟ في العادة، في العادة إذا الباري تبارك وتعالى نقل عقيدة كلمة لأحد غير مسلم غير نبي من الأنبياء، زين، من السابقين، لازم يصدق أو يعارض القرآن الكريم حتى ما يخلينا بشبهة. مثلا وقالوا، تفتوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. خلاها لهم لو جاوب تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من جبتوا هالحكي؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فوتلهم يرد عليهم رد. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاها؟ لا، قال وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن. ما يفوتها، تحجون شيء باطل يرد عليه. قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما فوتها. شنو أنت ربهم لا؟ رد. أحيانا يصدق، إيه يقول، إيه يقبل. أو مثلا التفت إخواني، مثلا من قال أنا أحيي وأميت، نمرود مثلا قال أنا أحيي وأميت كذا، خلاها القرآن الكريم؟ قال لا، آخر القصة قال فبهت الذي كفر، يعني حكي صحي وانتهى، انتهى، مع أنه واضحة البطلان. مع ذلك وهي واضحة البطلان أبطلها. لكن لو كانت حقا مثل بلقيس، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماسكت القرآن ولا عارض، أيد، قال وكذلك يفعلون. صح اللي تقولينه، الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صح اللي تقولينه صحيح. من مر على ذول أصحاب الكهف، قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وسكت ما عقب. شو يريد يقول يعني من سكت؟ هذه عقيدة باطلة يو صحيحة؟ ها؟ فعل باطل يو صحيح؟ صحيح، لو كان باطلا لرده كما في كل القرآن.